الرحمن الرحيم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. من هنا، من مدينة القرية الصامدة، من مقبرة شهدائنا الأبرار، نحن كتائب لواء القعقاع الإسلامي، كتيبة أبو بكر الصديق الله أكبر، كتيبة الفاروق الله أكبر، كتيبة حيدر الكرار الله أكبر، كتيبة درع القورية الله أكبر، نعلن عن كامل الجاهزية القتالية والاستعداد لمواصلة القتال ضد قوات طاغية الشام، والانطلاق باتجاه مطار دير الزور العسكري. وما النصر إلا من عند الله العزيز الكريم. تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اسمع بشار شقالك زلمة القرآن، اسمع بشار شقالك زلمة القرآن، راسك راح نشيله يا عاص يا ابن الطغيان، راسك راح نشيله يا عاص يا ابن الطغيان. اسمع بشار شقالك زلمة القرآن، اسمع بشار شقالك زلمة القرآن، الباب القصر ندق ونزعلت روسيا وإيران، الباب القصر ندق ونزعلت روسيا وإيران. اسمع بشار شقالك زلمة القرآن، اسمع بشار شقالك زلمة القرآن، كرسيك بدنا نحطمه وزعلت الصين وحزب الشيطان، كرسيك بدنا نحطمه وزعلت الصين وحزب الشيطان. لبيك 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 يا